الاخرانيه للاسف. اطراء جريمه شنعاء لا انسانيه، وما عنديش الوصف هذه اللحظه نتحنى، عندما تم قتل واغتيال شابه دنماركيه وشابه نرويجيه بطريقه بشعه وباسباب لا علاقه لها بديننا الاسلامي الحنيف المعتدل الوسطي المعروف باجتهادات فقهيه طيله سنوات وقرون والتي يشهد بها الجميع داخل المغرب وخارج المغرب. ما وقع هو استثناء ميؤوس منه. لا يمكن للارهاب، لا يمكن للحقد، لا يمكن لالغاء الاخر، لا يمكن لعدم احترام معتقد الاخر ان يكون له موطئ وقدم في هذا الوطن. هذا الوطن نعزه، هذا الوطن نحترمه، هذا الوطن نقدسه، هذا الوطن يجب ان يبقى ملك الجميع، خيمه تتسع للجميع وبدون استثناء بقناعتنا المختلفه، لكن نؤمن بان الارهاب لا موقع له في المغرب. لذلك نريد ان نحيي يقظه الامن المغربي اللي استطاع في ظرف وجيز ان يعتقل الجنات باش يقدمهم العداله. ونحن قلنا للعالم كامل وتنطلبكم انكم تشاركوا ان المغرب بلد امن مستقر وسيبقى امن ومستقر. هناك اراده جلالة الملك نصره الله ان يكون التعايش والاحترام هو القيمه المضافه السائده، هو راس مال هذا الوطن، راس مال الاوطان لا يقاس بالبترول او بالغاز ولا بخيرات اخرى، يقاس بقيمه الانسان ومدى احترامه لقيم الاخر ومدى قربه من الاخر ومدى التعايش مع الاخر ومدى عدم احداث قطيعه مع الاخر. لذلك باسمكم كشباب ندين هذه العمليه الاجراميه ونؤكد ان المغرب بلد مستقر وسيبقى مستقر ما دام ان هناك تلاحم قوي بين العرش وبين كافه المغاربه ليبقى هذا البلد ضامنا لحريات المعتقدات للجميع بدون استثناء، ضامنا لاستقرار الجميع، ضامنا لكرامه الجميع، ضامنا لاحترام قيم الاخر والتعايش مع الاخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.